في المعتكف أحد الإخوة جلس في آية واحدة 3 أيام، وهي آية في سورة النحل، حتى يعني كان من معي يسألونه يقول له يعني أنت يا حبيبي معتكف، مفروض أنك الآن ختمت مرتين أو مرة على الأقل، فقعد إلى الآن في سورة النحل، فكشف بعض الأمور اللي عنده في قلبه، فقال هذه الآية اللي وقفتني أنا ما أقدر أتعدها، أقسم بالله هذه الآية والله الذي لا إله غيره لو وعتها قلوبنا، أقسم بالله أن لا تحزن في حياتك أبدا، وهي أقسم بالله أن تعلم لو يجتمع عليه كل الناس في العمل، المدير ومدير الإدارة ورئيس مجلس الإدارة والوزير، ويأتيك الملك يقول والله فاصلينك فاصلينك، أقسم بالله ما تهتز ولا ثانية. يقود الله عز وجل، ضرب الله مثلا، طبعا الله لم يقل الآيات للناس، قال وتلك الآية أمثال نضربها للناس، كل الناس تقرأ القرآن لكن من اللي يستفيد من هالمثل؟ وما يعقلها إلا العالمون، الله يعلمنا وإياكم القرآن. إيش العالمون هذا؟ الله يقول ضرب الله مثلا، إيش المثل يا ربي؟ قال ضرب الله مثلا عبدا، أنا أريد أن تتصور وكل من يراني الآن، دخلت أنا وياك القرية الآن أي مكان، هو هذه الآية اللي تأملها الآن، هذه الآية ضرب الله مثلا، دخلنا هذه الآية يقول أنا فكرت فيها هكذا، أني دخلت قرية ووجدت الأمر قدامي، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، دخلنا لقينا واحد جالس ويطالع فيه سيده يقول له يعني امشي امشي، قال عبدا مملوكا، طيب هو العبد مملوك، ليش الله سبحانه يبقى ما عشان ما تمر عليها مرور الكرام، قال عبدا مملوكا، وش بعدها؟ لا يقدر على شيء، يعني لا تتوقع انه هذا ممكن يخدمك في كومة. نعم معي الان نطالع هذا المشهد، نعم ما انتهت الآية، قال ومن التفت من المشهد هذا الضعيف الفقير الى واحد عجيب، قال ومن رزقناه منا رزقا حسنا، واحد عنده الأموال رزم وعنده الخيرات وعنده الصكوك، قال ومن رزقناه منا رزقا حسنا إيش قاعد يسوي؟ قال فهو ينفق منه سرا وجهرا، يعطي هذا 5 مليار وهذا 50 مليون، أنت عليك دين وأهلك في السجن تعال خذ، أنت تبغى بيت خذ، أنت خذ، تروح لمين؟ تروح لمين؟ أنت تبغى عندك حاجة تروح لهذا ولا هذا؟ لهذا الغني. عشان كذا الله سبحانه قال هل يستويان مثلا، في نفس الآية قال هل يستويان مثلا كل العقول تقول لا، قال الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، يقول أنت الآن مثل الله سبحانه شبه، ما هو الرؤساء ما هو الوزراء والأمراء، شبه الملوك ملوك الأرض كلهم، شبههم بهذا العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، وشبه نفسه سبحانه وتعالى وليس كمثله شيء بهذا الذي يعطي سرا وجهرا، فهل يستوون؟ احنا نظن ايش؟ أنه قضيتي عند المدير، لا لا لا، هذا المدير يحركه اللي فوق سبحانه جل جلاله، أقسم بالله لن يوقع لك قرار في الأرض، لا توظيف ولا تعيين ولا فصل حتى يدبر الله الأمر من 7 سماوات، ثم يأمر هذا العبد المملوك حتى يعطيك أو لا. ألا ترى أن أحيانا تعرض قضية لوزير ثم يقول رفض، ثم يقول ذاك لا لا تعال تعال مشوه، لا والله ما قال تعال، الله عز وجل أمره لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء، والله على كل شيء قدير. والحديث معك ماتع.